انت عملت حركة تمثيلية تستحق عليها الاوسكار، عارفها؟ عارفها ولا مش عارفها؟ وريها له يا وائل كده، وريها له. بس انت بصراحتك الحلوة دي بقى هتجاوبني على السؤال اللي هسأله لك بعد. بص الاول على الشاشة، ما تبصش عليا انا، كمل كمل. ايه اللي حصل ده؟ يا نهار، قول لي يعني، قول لي صح. في الوقت ده انت معروف ان انت رايح الزمالك، انت عارف ان انت خلاص في الزمالك، عملت دي باحساس القلب ولا بخوف العقل ولا بايه بالظبط بصراحه؟ والله كابتن جت كده، ما فكرتش في اي حاجه. لا يعني ايه، هو انت هو في واحد بيجيب جون يمسك وشه؟ كان 3-1. هو مفيش حد بيجيب جون يمسك وشه، ولا هل انت كنت بتشوط وعامل يعني حسابك ان ممكن تخش او تطلع، ولا انت شايط شايط؟ لا مركز 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 مركز، لانه كل اللعيب الكوره ما يقدرش ما يركزش في لعبه زي دي. انا عايز بقى اللحظه دي، لا هات لي اللحظه دي يا وائل، انت مفيش حد بيعمل كده بعد ما يجيب جون، فكرت ازاي؟ قول لي فكرت ازاي يا ريت بصراحه بصراحه. انا فكرت، او فكرت في مين؟ انت عارف. انا عارف. ها في مين؟ انت عارف. طيب ماشي، خليها بعد الحلقه، خليها بعد الحلقه. لا الدنيا كلها عارفه. ولا يعني انت قلت يا رب ايه اللي انا عملته في نفسي؟ كانت جت في العارضه وخفت. قلت يا رب كانت جت في العارضه وطلعت. ها طيب هنفوتها دي يا صلاح.